المملكة العربية السعودية. مسيكم بالخير والسلام والإبداع والتميز. أنا مش برخم عليك والله، عشان بس أنت صوت بعصر السوشيال ميديا، الناس يشوفوا البعض، سهل جدا، الشهرة سهلة ومتاحة للجميع، ولكن إنه الواحد يوصل على مدى سنوات طويلة ويقدر إنه يتمسك باللي وصله من مبادئ ومن معايير، أعتقد صعب. مثل اليوم قبل 20 سنة كان عمري شهر واحد فقط بالإعلام، واسمحوا لي بصراحتي، قبل 20 سنة كسعودية أدخل الإعلام كان شيء صعب وغير مستحب وغير مقبول، ولكن في ناس مسكوا بإيدي في بداياتي، ومنهم مفاجأة هذا الحفل دكتورة هالة سرحان، لوجه لها تحية وامتنان وشكر. دكتورة هالة سرحان من الناس اللي وقفوا معي في بداياتي بالإعلام قبل 20 سنة، وكانت تقول لي حتقدري توصلي وحتقدري تحققي حلمك، وفعلا دكتورة هالة اليوم أنت شاهدة، قدرت أحقق حلمي ولله الحمد بوجودي اليوم في أرض مصر العظيمة وبهذا التكريم. وهذا التكريم أنا أهديه لكل امرأة سعودية على شكل خاص، لكل امرأة عربية عندها شكل ما ممكن تحقق حلمها، وتحديداً بوجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اللي قال الآن مع اليوم الوطني نحن ونحقق وإنت الحلم اللي تحقق. شكراً.